السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم حول طريقة حساب القدرة الكهربائية، يعني la puissance électrique. دونك عندنا la résistance R المولد دونك المولد عنده واحد فورس الكترومتريس E كيعطينا واحد الكورون I واحد لا ريزيستونس R دونك لا بويسونس بي إيكال E مضروبة في I. Donc E الوحدة ديالها هو الفولت، I الوحدة ديالها هو الأمبير، و P الوحدة ديالها هي الوات. دونك الوحدة ديال القدرة هي الوات. دونك بصفة عامة إلا عندنا واحد السيركوي et bzaf ديال لي ريسيبتور et bzaf ديال لي ريسيبتور يعني مستهلكات ياك دونك فيه مستهلكات كهربائية دونك بصفة عامة نشوفو E la tension fournie كنعطيو لهاد المستهلكات وكنشوفو الكورون اللي كتستهلك هاد الدارة الكهربائية دونك بي إيكال إي و إي دونك بيان سيغ هاد العلاقة صالحة إلا عندنا التيار المستمر دونك هاد العلاقة صالحة في حالة التيار المستمر دونك عندنا واحد الجينيراتور كيعطينا 12 فولت وعندنا واحد لا ريزيستونس R consommer par exemple 0,5 ampères. Donc pi est égal à E fois I. Donc pi est égal à 12 volts droba 0,5. Donc il y a 6 watts. دونك إلا ممكن نعوضو إي إلا ما عندناش القيمة ديال إي باغ إكزومبل دونك إلا عندنا غير مثلا إغ كنعرفو القيمة ديالها وما كنعرفوش القيمة ديال إي دونك بيان سيغ ممكن نعوضو ب لا لوا دوم عندنا أو إيكال R fois I. Donc, là, n'est-ce pas la loi d'Ohm. Donc, là, je vais atteindre I plus R, oui. E est là, la R. Donc, là, à la fin, je vous le dis, il a ou la I, la prime d'IL. Donc, I. Ça oui, E, droit vers E, voilà, R. Et ça oui, E, aussi de même, voilà, R.
إلا افترضنا ما عندناش او، إلا افترضنا بريغو ما عندناش او وعندنا اي وعندنا ار، دونك بنفس الطريقة غنعوضو او بالقيمة ديالها، دونك غنعوضو هاد او نعوضو بهاد القيمة ديالها اللي هي ار و اي، دونك اش غتولي العلاقة؟ تولي بي يساوي او و اي، دونك او غنعوضها بالقيمة ديالها ار و اي. Donc tu sais oui, R droba I droba I. Donc tu sais oui, R droba I signal. Donc et demain là la carte quand tu prends home, il a besoin de se bon, quadra de caraba Ia dara. كيمر منها التيار مستمر. شكرا على الانتباه.